السؤال تاع الاخت هذه يقول اسكو في امريكا يمكن العمل بالحجاب عادي خاصه في مجال الصحافه كمل الصحافه بون نحكو عامه انا عايش في امريكا راني نخدم فيه 7 سنين لقيت بزاف مسلمات من كل انحاء العالم يخدموا بالحجاب عادي واحد ما يقلقهم واحد ما يديرونجيهم وما مخدموا معايا خدمه واحده معايا مسلمه بالجلباب جامي شفت وجهها شوف عينيها كانوا يقدروها ويحترموها يحترموها اكثر من الاخرين وجامي ديرونجها واحد ولا هذه من الاكسبيرينس تاعي تما ما تلقاوش غير سبا واحد يقول لك اه الحجاب في امريكا نو واحد ما يسلك هذه حاجه اللي مليحه كاين حريه التعبير وكاين حريه الديانه هذه حقوق مكفوله بالدستور الامريكي تما ما ملي كان واحد يجوجيك على اللبسه تاعك ولا تشتكي به تباصح فوالا هذه الحالة العامة دائما كاين حالات خاصة هذه دائما يكون حالات خاصة دائما بالك يكون بوسي ترى المسلمين ولا دائما تكون بصح في الحالة العامة الحجاب مسموح بالخدمة به وعادي وشت ناس يخدموا في السبيطارات شت في كل مجالات هنا شتهم يخدموا الحجاب لكن اسكيز مي لكن بوسمو في الصحافة أنا ما شتش ما قلبش عليك صح تقدر إذا كنت متمكن لهذه الدرجة وين قدري بالانجليش بالانجليش تاعك تخدمي في صحفيه في جورنال امريكي ولا في قناه امريكيه راح تكوني لازم تكوني فري متمكنه في الانجليش باش تقدري تخدمي صحفيه اذا انا صحفيه مشتهمش فعلى بالي كاين ما من الاخر الكونغرس الامريكي فيه وحده صوماليه بالحجاب فيه زوج كاع وحده اصلها فلسطيني ثاني تما عادي جدا وربي يوفقك ان شاء الله.